بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن تكونوا جميعا بخير. اليوم أحد الزملاء المبتدئين وهم على رأسي من فوق قال لي أنا عايز أغير موتور ثلاجة ومش عارف أعمل إيه. قلت له يعني أغير موتور ثلاجة؟ قال لي أنا عايز خطوة بخطوة، يعني إزاي أشيل الموتور وإزاي أحط الموتور الجديد مكانه. بص، أول حاجة طبعا الموتور محروق، ايا كان السبب بس هو محروق. يعني بالنسبه لي جا محروق، العزل منهار، الملفات ملمسه في الجسم، بيعمل قفله في البيت. اول خطوه هتعملها في الثلاجه، اول خطوه هتيجي هنا كده عند الكابيلاري وتقوم قصه بالبنسه، كتمه يعني قصه كتمه كانك قافله، وطبعا تصنفر الجزء ده كده وتجيب المقص بتاع الكابيلاري او بالبنسه وتفتح الكابيلاري. لو في ضغط، لو ايه يا شباب؟ لو في ضغط اهو، الضغط اهو في ايد اهو، معنى كده الكابيلاري سالك، معنى كده الكابيلاري سالك والدايره ما فيهاش تهريب. يبقى انا كده الحمد لله اللي هو العيب موتور بس، لكن الكابيلاري مش مسدود والدايره ما فيهاش تهريب. لو ما لقيتش ضغط احتمال كبير عندك تهريب او الكابيلاري مسدود. طب لو ما لقيتش ضغط في الناحيه دي تعمل ايه؟ تفتح الناحيه دي. لو لقيت فيها ضغط يبقى في سبب في الكابيلاري، ما لقيتش فيها ضغط يبقى الدايره فيها تهريب. تمام؟ انا بالنسبه لي اهوت شغال الحمد لله، الامور كلها تمام على تغيير الكمبروسر. بسم الله. نطلع بس الكهرباء. طلعنا الكهرباء بالبنسه. الخطوه اللي بعدها، بص انا شغال سريع ليه؟ عشان عايز اعمل الفيديو قصير شويه. نفك قواعد الكمبروسر. طبعا فكها سهل يعني مش محتاجه ان انا اصورها هي كمان النقطه ديت. بسم الله. يكون معاك بقى صنفره ناعمه تصنفر بيها اماكن الشغل بتاعتك. صنفر بيها، ويكون معاك الطاقه بتاعت اللحام ديت عشان خاطر ما تحرقش الثلاجه. تمام؟ انا بالنسبه لي الفن السابق، طبعا الكمبرسر ده متركب قبل كده، الفن السابق عامل وصله هنا اهي، انا مش محتاجها الوصله، انا هقص من هنا بدل ما اشتغل بالنار. طبعا موضوع ازاي هنا هتقصها مش هتقصها، الطاقه دي حسب كل ثلاجه، حسب الوضعيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا القطع بيكون عن طريق سكينه قطع، اوعى حد يفكر سكينه المنشار هتقطع. في سكينه خاصه وكلها ب 35 جنيه ولا ب 40 جنيه. اهي خاصه بالشغل ده. دي اول حاجه، فاضل الخط ده. برضه لو ركزنا في الفيديو شويه، لو الكاميرا جايبه المكان اللي في وصله تانية هنا، هي انا مش محتاج دي، هقصها برضه. انا كان نفسي اعمل الفيديو ده على ثلاجه ما فيهاش لحامات وعك ياما كده، بس غصب عني هو ده اللي حصل. طبعا هقص نص دايره عشان ما فيش مساحه للسكين، وبعد كده اقلب السكين. بعد كده نقلب السكينة بالطريقة دي كده. الفيديو ده إن شاء الله لو جيت أعد المعلومات اللي هتاخدها فيه أكتر من 100 معلومة إن شاء الله يعني. اه طيب، أنا محتاج الوصلة دي بدل ما أجيب وصلة جديدة بفلوس، محتاج الوصله دي. انا مشغله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. الراجل اللي بيصور ادعوا له بالتوفيق، هيجوز بنته قريب. بسم الله. طبعا بص ما تحاولش تهبد الموتور كده، عشان لو هبدته لا قدر الله هيطلع عليك ضغط زيت ويكب عليك الدنيا. ده الكمبروسر. طبعا المفروض انك هتغير موتور، محدد الثلاجه كام قدم، محدد قدره الكمبروسر كام، ومجهز نفسك لكل حاجه. انا بالنسبه لي الثلاجه 335 لتر 14 قدم، الكباس ربع سم او الكمبروسر ربع سم. هنعمل ايه؟ هنركب الكمبروسر
الكاوتش بتاعه ركبته خلاص اهو، هركب الكمبرسر مكانه. طبعا دي خطوات ترتيبه محتاجه ترتيب، يعني ما نستعجلش، كل حاجه لها حاجه. بسم الله. بصوا بقى، محدش يقول لي الفيديو طويل، انت اللي طلبت ومكلف عليا كمان في الانترنت والله. سيدنا محمد صلى على النبي ابو اسلام عليه الصلاه والسلام. انا بصلي بس في سر، مش عايز اطلع معاكم في الفيديو. بسم الله. طبعا بعد ما ثبتت القواعد بتجهز نفسك الكهرباء، الكهرباء القديمه بالطريقه دي كده. هتركب الخطين بتوعك على راس الكباس اهوت في المجموعه دي اول حاجه. تاني حاجه بصوا هنا الكاوتش ده عشان تطلعه، ده خط السحب وده خط الطرد. اول حاجه تطلعها خط الطرد، ليه؟ لان في ضغط جوه، لو طلعت خط السحب الحله فيها زيت، الزيت هيطلع مع الضغط. انما لما نطلع دي الاول، بسم الله برم كده بالراحه، الضغط طلع اهو. بعد كده بقى ابدا اطلع خط السحب. بسم الله. خط الطرد اول حاجه هتتلحم، اول حاجه هتتلحم هي خط الطرد اهو. بص بص بص، لازم نعمل لها تعديل كده اهو بالطريقه دي كده، بحيث ان يكون مرتاح مش مشحوط، مرتاح مش مشحوط. بسم الله. تمام. قبل ما احط دي والحم، هجيب بس كهرباء عشان نجرب الكمبروسر بتاعي الجديد. قبل ما الحم هجربه، هجربه ازاي؟ بالطريقه دي. بسم الله. الثلاجه طبعا على كارته، ما بتشتغلش على طول. لو انا عايز اشغل على طول المفروض ان انا ايه، ثواني يا ابو اسلام، اعمل ايقاف مؤقت. بص يا شباب، انا جبت وصله خارجيه لان الثلاجه كريازي على كارته، طبعا ما بتشتغلش على طول الكباس، وانا ما عنديش صبر للموضوع ده. الوصله اهي، هنحط وصلة نشتغل بيها، حتى خليها في عدتك، الوصلة دي خليها في عدتك، في أدواتك يعني. بالطريقة دي كده هشغل الكباس بتاعي الأول. بسم الله. شغال معايا أهو. تمام. يبقى أنا كده أقدر أبدأ شغلي إن شاء الله. بس بصوا هنا اريحها كده، بصوا يا جماعه اريحها، اريحها ومستنفره وجاهزه. بصوا ومستنفره وجاهزه، ودي كذلك. بسم الله. بسم الله. تمام. خليش حاجه ماسوره لمسه ماسوره، ومستنفره وجاهزة. انا مسنفر طبعا قبل الفيديو، مسنفر ومجهز. ودي برده مستنفره اهي، حمرا اهي، ومكانها هنا. بسم الله. طبعا الشغل هيبقى خطوات، احنا ممكن نبدا هنا الاول بالطريقه دي كده. بسم الله. هنلحم باللمبه باستخدام النحاس مع البودر او البودره اللي هي مساعد اللحام. نفتح الاكسجين بتاعي لحظه واحده. بسم الله. بسم الله. بسم الله. طبعا بتولع الغاز الاول، وبعد كده بتفتح اكسجين شويه صغيرين كده بالطريقه دي كده. لما تطفى منك لازم تطفي الاكسجين وترجع تفتحه تاني. شوية بودر. بسم الله. ايه
الابره اللي كانت في البلد انا فكيتها اهي، فكيتها هنا. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اول ما بينصهر معاك النحاس طبعا بينصهر معاه، تحط النحاس بتاعك او ماده اللحام. ما تستعجلش في الحطاطان بتاع الايه السبيكه بتاعت العود النحاس. خدوا بالك لحام اللمبه حاجه كويسه خالص وبيريح، هيريحك كصنايعي في شغلك، محدش هيشتكي منك تهريبات وراك ولا اي حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. هننقل هنا بالطريقه دي كده بسم الله. خلصنا النقطه الاولى. طبعا المساعد اللحام ده كويس، اسمه فلاكس. الوصله بتاعت الكباس ديت نحاس احمر اصفر ناشف، عشان كده لازم نلحم بالنحاس، ما ينفعش نلحم بالفضه. في ناس بتلحم بالفضه بس بيستخدموا معاها بودر برضه. الافضل النحاس. خدوا بالكم البوري، مع احترامي للناس اللي شغاله بالبوري، بس البوري مش حاجه مش كويس، بيتعب صاحبه. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. خلاص كده بالنسبه للماده. بص انا هستنى لما هي تنصهر، هتنصهر لوحدها وهتتمدد وتنزل تحت. خدوا بالكم ان في حاجه ناسيها، عشان كده الغلط يعني الدايره لازم تكون مفتوحه. الحمد لله مفتوحه اهي، انا ظنيت ان هي مش مفتوحه. انا مصنفر هنا اهو، بصوا مصنفر هنا. دي توصيلات كان عاملها الفن السابق، يعني انت لو انت شغال في تلاجة ما حدش مد ايده فيها، هتسخن على مكان المواسير وتسحبها وتحط الكباس الجديد مكانها على طول، مش هتضطر لا تقص ولا تعمل خالص. بس انا مش بحب التوصيلات الياما دي، عشان كده بقصها. اللحام اللي انا لحمته ده هيعوز اطمئن له تاني، لان كانت دي مقفوله. المفروض الفلتر ده كان طالع من الاول، الفلتر ده كان المفروض طلعناه من الاول، نسيناه من اول الفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طبعا انا مش هحط فضه تاني، مش هحط نحاس تاني، بس عايز اسخن عليه عشان تتمدد كويس، عشان تتمدد كويس. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم
عليه الصلاة والسلام. بصوا بقى احنا كده لحمنا بلف الخدمة وخط الطرد وخط السحب، ما ينفعش بقى ايه نلحم الفلتر دلوقتي، ما ينفعش نلحم الفلتر دلوقتي. لما اجيب الفلتر الجديد الناس تجيبه اهو. اول حاجة نشغل الكباس بسم الله عشان نتأكد، عشان حاجتين، نطلع اي كربنة ودخان مكان اللحام في المواسير يطلع من هنا اهو، اضافة الى نتأكد ان الوصلة ديت اللي هي خط الطرد ما سدش مني وانا بلح، ما سدش مني وانا بلح. بص اهو لو سد مش هيطلع لي الضغط هنا. طب وخط السحب يا باشمهندس هنعرفه ازاي انه سد منك ولا لا؟ بصوا هتعمل ايه، هتحط صبعك هنا هتقفل الخط ده وتحط هنا، بص بسم الله تحط لسانك، بس لسانك بيسحب على لسانك، ممكن تحط ايدك كده تعرف برضه، بس هيعوز قوه من، تستنى شويه. يبقى كده الحمد لله الكباس بتاعي اللحام سليم بتاع خط الطرد، اللي الضغط الهواء لف في الشبكه ورجع لي، الشبكه بتاعت نظيفه اهي بص ما فيهاش وساخه خالص. يبقى انا كده تمام اكمل شغلي، اطفي وابدا اركب الفلتر بتاعي بسم الله، اتاكد ان الشبكه مش جايه مع عيوب ولا حاجه، واحط الفلتر بتاعي. بصوا في مصفى جوه هنا لحد هنا، يعني لما ازق ده كده للاخر بص كده لمست هنا اهي، ارجع انا بقى ايه اخد نص المسافه، بدل ما اخد ال 2 سم دول اخد سم واحد اهوت. وطبعا لو الماسوره صغيره زي هنا في الفيديو كده اعمل عمليه خفس بسيطه كده للايه للماسوره. اجهز نفسي للحام بسم الله. الولاعة دايما تبقى جنبك هنا على ايدك، سواء ايدك اليمين او اليسار حسب شغلك، ما ينفعش تسيب الولاعة هنا جنب الـ جنب الـ النار. بسم الله بسم الله. لما يجرب يسهر حط الماده، عشان الماده ديت غير ان هي بتساعد على اللحام الكويس، هي بتعمل تنظيف برضو للايه لسطح اللحام. بسم الله. عليه الصلاة والسلام. استنى بس برهة من الزمن كده اللي هو اللون الأحمر ده يروح لون الانصهار، وتبدأ بسم الله تشغل إيه الثلاجة بسم الله. طبعا خطوات التشغيل كل مرة مع اللحام دي عشان الكربونة اللي مكان اللحام تطلع، وفي نفس الوقت ما سدش مني، ما سدش مني الحمد لله. طبعا كده خلصنا الحام بالنحاس، مهمته انتهت، فاضل اخر نقطة لحام في التلاجة، هي اخر نقطة لحام. طفي التلاجة، الكابيلاري مع الفلتر بسم الله. اتاكد بعينيا ان الكابيلاري سالك مش مكفوت، لربما تكون انت قفلته بالبنسل، واريحه. بص اريحه هو بره كده بحيث ان ايه ما يتسحبش مني في اللحام. اهو بص كده انا ايه
احط هنا اهو، في مصفى جوه برضه، بص اهي انا حاسس بيها اهي، ارجع عنها شويه، ما احطش على المصفى، احط سنتي ونص ولا سنتي، يعني نص المسافه، ما اخليش الكابيلاري لامس المصفى بتاعته اللي جوه. بسم الله، دي اخر نقطه لحام. هتاخد حاجه، عود نفسك في استخدام عود اللحام سواء النحاس او فضه، اللحام من ناحيه واحده، ما ينفعش تلحم مره من هنا ومره من هنا ومره من هنا، لا خلي في ناحيه دايما سليمه عشان ما تغلطش في مره وتحرق نفسك، يبقى الصح تخلي اللحام من ناحيه واحده، وتمسك العود كانك ماسك الريشه، عارف الريشه؟ بسم الله، ما تقرب الناحيه دي، خليها خلي اللحام كله جاي. عشان اجيب وشك بس. لا لا انا عايز اللحام، انا مش عايز وش. ماشي يا حاج، خلي اللحام كله. ربنا يبارك. كده يا شباب موضوع اللحام انتهى، فاضل خطوتين صغيرين، هنجيب الكمبروسر اللي احنا بنشتغل بيه، هنضغط الدايرة عشان نشوف اللحامات بتاعتي فيها تهريب ولا لا، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية هفرج بنفس الكمبروسر الدايرة عشان أشحن التلاجة. لحظات، أقفل بس الأكسجين، تعالى كده معلش يا مسلم، بصوا تعالى جرب جرب. بصوا أنا كنت بلحم على ضغط كام؟ بصوا هنا الضغط، ده ضغط الأنبوبة، ده ضغط الأنبوبة، هي بالظبط كده 40، وده ضغط الخرطوم اللي أنا بلحم بيه. او خمسة بار. السلام عليكم. وهنا 40 بار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعمل ايقاف مؤقت كده. هذا العميل. نجيب الابرة بتاعتنا. الابرة. نركبها. طبعا منطقة اللحام باردة خلاص. لو ركبت دي وهي سخنة هتسيح. ما ينفعش تركبها وهي سخنة. بالطريقة دي كده يا شباب. بسم الله. ودي هتخليها طبعا في جنب هنا. العتاب بتاعك اهو مفتوح، وده الكمبروسر اللي انا بشتغل بيه. انت ممكن تشتغل بكمبروسر زي كده بتاع تلاجة، ده الكمبروسر اللي انا بشتغل بيه. بسم الله، هضغط الدايرة دي ضغط لا يزيد عن 100. 100 ايه بقى؟ 100 بي اس اي، 100 بي اس اي اللي هي الرطل على الجثة المربعة. انت بتشحن مثلا على 10 و20 في التكييف، بتشحن على 60، انا قصدي بقى ال 100 دي. لان في ناس مفكرة 100 بار، 100 بار لا، ده ال 100 بار ده الواحد بار يساوي، الواحد بار يساوي 20 بي اس اي. هنتكلم على 100 بي اس اي. بسم الله. طبعا بص كده، هات العداد معلش. 20 40 وهنا 60. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، لا حول ولا قوه الا بالله. هنا 80، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. هنا 100 اهي، كده انا وصلت ال 100. لا اقفل واقفل هنا برضو. هجيب بقى ايه؟ الصابون. اجيب الصابون، الصابون بتاعك الرغوة اهي، تشوف بنفسك وتركز وتدقق لحامي كويس ولا مش كويس. لحامي مش مقصودش لحامي انا، لحامك انت يعني، لحامك كويس. مش كويس هيبان، هيبقى فيه فقاقيع، ولو في اي نقطة لحام قديمة حاول تشوفها بالمرة. الحمد لله لحد دلوقتي مفيش اي تهريبات، كده الشغل تمام. طبعا انا قافل ده، الضغط ده ضغط الكمبروسر، لكن لسه ال 100 زي ما هي. بصوا ال 100 زي ما هي، هطلعها بره اهي، وبعدين مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟ ازيك طيب؟ الله يبارك لك. ربنا يبارك لك يا رب. ده خط السحب بتاع الكمبروسر، هنبدا نشغل تفريغ اهو. فاضل حاسه صغيره والثلاجه تجمد ان شاء الله.
هسيبه طبعا يفرق. بالنسبه لي ده 3 حصان. عارف يعني ايه 3 حصان؟ يعني حاجه كبيره جدا ما شاء الله. يعني انا مش هكمل 3 دقايق واكون مفرغ اصلا. بصوا يا شباب مفيش، ما خلاص الكمبرسر ده ممكن يشفط الكمبرسر الصغير ده. مفيش، سالب 30 بوصه زي بقيه. اطفي بكده، مهمه الكمبرسر دي خلصت، فاضل حاجه صغيره خالص وبكده تبقى تعرف تشحن ثلاجتك بنفسك. نجيب اسطوانه الفريون، الفريون المستخدم R134A. بسم الله. طبعا ده مقفول اهو، ده مقفول يا شباب. نفتح الاسطوانة، نفتح الخرطوم بتاع الاسطوانة من هنا عشان الهواء اللي في الخرطوم يطلع. بعدين بقى ابدأ اعمل ايه يا شباب؟ ابدأ اشحن، وطبعا الموتور طافي، الكمبروسر طافي. ابدأ اشحن، اشحن لحد فين يا شباب؟ اشحن لحد 42 45 هنا كده، المكان اللي واقف عليه العداد اصلا. طبعا الاسطوانة تحت ضغطها ضعيف، خلي يعني قربت تخلص. فانا اهي هشحن لحد 42 45 بالكتير خالص، 45 47 اوكي. شحنت على كده، اقفل انتظر لك شويه حلوين كده، 45 انتظر شويه حلوين، بعدين شغل الثلاجه شويه حلوين دقيقتين ثلاثه، بعدين شغل الثلاجه وما تشحنش تاني. ان عايز فريون انا المسؤول كده. الثلاجه ديت بالنسبه لي اتشحنت خلاص، الكمبرسر ركب والثلاجه اتشحنت الحمد لله، وانت كذلك برضو ما تقلقش، ادام 45 يبقى اتشحن تمام مفيش مشكله. بعد الوقت ما عدى عايزين نشغل الثلاجه، نشغل الثلاجه عشان اقول لكم على حاجه صغيره بس، ملهاش دعوه بالايه، ملهاش دعوه بكميه الفريون. انا شغلت اهو بسم الله. هتجيب ايه الكلام بالميتر؟ اقعد يا ابو سلام، اقعد يا ابو سلام. هتجيب الكلام بالميتر بتاعك عشان تشوف الامبير مطابق للثلاجه ولا لا. بسم الله. الامبير هنا 1.2، وهنا برضو مكتوب، طبعا اللوحه راحت بس هو هنا مكتوب 1.2 على الثلاجه دي، مكتوب 1.17، يعني 1.2 اقل شويه من 2.10. هو هنا 1.2 1.1. تعالوا بقى انا قصدي ايه، حاجه كمان صغيره تبص عليها قبل ما تشيل العداد. ثانيه يا ابو سلام. بصوا يا شباب الضغط واقف معايا فين؟ على الصفر. اللي كان 45 واقف معايا على الصفر. طب لو نزل لحد السالب، لو نزل لحد السالب يبقى في سدد معاك، ما نزلش لحد السالب يبقى الحمد لله ثلاجتك تمام وما عندكش اي مشكله خالص وشغاله في الخدمه. وكده يبقى انت غيرت الكمبرسر. الامبير اهو، هاتوا كده تعالى شو وري لهم الامبير ده كام اهو. بسم الله كده خلاص يا شباب تمام، ما عادش في اي مشكله. تقدر بنفسك كصنايعي او كمبتدئ تغير الكمبرسر بتاعك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا العمل في ميزان حسنات ابويا وامي، وان يغفر لهم ويرحمهم كما ربياني صغيرا. امين يا رب. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.